الحصاد من قناة الغد في القاهرة، أهلا بكم. ونبدأ بالعناوين. الرئيس التونسي يقيل عددا من كبار المسؤولين والمستشارين في ديوان رئاسة الحكومة. عشية جلسة مجلس الأمن، هيومان رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. الكاظمي يؤكد خروج القوات القتالية الأمريكية في العراق نهاية العام الجاري. اليونسكو تدرج مدينة السلط الأردنية على قائمتها للتراث العالمي. أهلا بحضراتكم. إلى تفاصيل الحصاد، قرر رئيس تونسي قيس سعيد إقالة الأمين العام للحكومة ومدير ديوان رئيس الوزراء، كما أقال عددا من المستشارين بالديوان الحكومي، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية. من جهتها، طالبت حركة النهضة بالتراجع عن القرارات التي اتخذها رئيس قيس سعيد، ودعت إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وتراجعت الحركة عن دعوتها السابقة لأنصارها بالخروج إلى الشارع. حالة من الهدوء الحذر مع انتشار مكثف لأجهزة الأمن وتمركز لقوات الجيش عند المنشآت السيادية، هكذا بدا المشهد في العاصمة تونس ومختلف المناطق إثر القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد للحفاظ على النظام والأمن العام بالبلاد. الرئيس قيس سعيد وفي آخر تصريحات له أكد على ضمان الحقوق والحريات وجدد التزامه بالدستور، ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد نجح في طمأنة الرأي العام المحلي وكذلك الدولي بشأن مكتسبات التونسيين. قال إنه سيكون ملتزما بالدستور وبالحريات وبحقوق الإنسان، وإن ما فعله ليس انقلابا، إنها عملية إنقاذ وطني قد تكون تأخرت لكنه قام بها في الوقت المناسب، وهو ماض في ذلك وسيتخذ بقية القرارات العاجلة. وبعد الفرحة العارمة التي شهدتها معظم المناطق التونسية إثر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة من منصبه، ينتظر التونسيون حكومة تعمل على مجابهة الأزمات المعقدة على كافة المستويات. الآن بالتأكيد تبدأ مرحلة انتظار القرارات القادمة لرئيس الدولة، أو ما يمكن تسميته بخارطة الطريق المرحلة الجديدة، التي بالتأكيد لها عديد الاستحقاقات الضرورية والهامة أكثر حتى من الاستحقاقات السياسية، وعلى رأسها الوضع الوبائي الخطير جدا، الوضع الاقتصادي المتأزم، حالة الاختناق الاجتماعي. وفي ظل التطورات المتسارعة، وصفت حركة النهضة قرارات الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الدستور، ولكنها دعت إلى حوار وطني للخروج من الأزمة، كما طالبت أنصارها بالتهدئة في الشارع. بينما باركت حركة الشعب الإجراءات الرئاسية، فيما رحب الحزب الدستوري الحر بقرارات السعيد معربا عن اصطفافه إلى جانب مطالب التونسيين. بينما تتباين مواقف القوى السياسية التونسية حول الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، ينتظر التونسيون بفارغ الصبر حكومة جديدة تعمل على مجابهة التحديات التي تعيشها البلاد. ياسر دبابش، الغد، تونس. أكد العاهل المغربي محمد السادس التضامن مع تونس ومواصلة العمل لتوطيد علاقات التعاون وتحقيق التطلعات المشتركة. جاء ذلك في رسالة للرئيس التونسي قيس سعيد نقلها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي زار تونس. كما أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التزامه الراسخ بتعزيز أواصر الأخوة والتضامن والعلاقات الاستراتيجية مع تونس. جاء ذلك في رسالة تلقاها الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، حيث تم بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. ينضم إلينا من تونس دكتور علي العلاني الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة. بعد التحية دكتور، اسمح لي أن أبدأ معك بآخر ما صرحت به النهضة حول فكرة الدعوة أو العدول عن دعوتها السابقة لأنصارها بالخروج إلى الشارع. هل
تنظر إلى هذا الأمر بأنه نوع من أنواع أو الرغبة في التهدئة، أم أنه التراجع استراتيجي للتحضير لخطوات ربما غير معلومة؟ مساء الخير، تحية لكم ولكل السادة المشاهدين. أعتقد أن دعوة حركة النهضة للتهدئة هي في الحقيقة أنها قرأت الآن جيدا أن موازين القوى تغيرت كثيرا عن اليومين الأولين اللذين التي يعني جاءت بمثل هذا التغيير، سواء كان موقفها تكتيكيا أو استراتيجيا في الحقيقة هذا لا يهم، ولكن كل التونسيين مجمعون على أن الإبقاء على الهدوء والتهدئة هو من أفضل الوسائل، واستبعاد كل أسلوب للحدة والتصعيد والاقتتال الداخلي. لكن بطبيعة الحال التونسيون يساندون رئيس الدولة السيد قيس سعيد في إجراءاته التي بدأ في يعني تبسيطها تدريجيا وعرضها، وهي ضرورة أن تتم محاسبة سياسية ومحاسبة مالية للطبقة السياسية التي حكمت في تونس، وهذا بطبيعة الحال يستوجب يعني إجراءات هامة وأساسية. والتهدئة التي انتهجتها طيب هذه الطبقة السياسية دكتور اسمح لي، يعني هي مركزة بشكل واضح كما هو مفهوم في النهضة وأنصارها، لأن يعني كان هناك من يحكم حكومة بالإضافة إلى البرلمان تسيطر عليه النهضة، فهل هذه الطبقة الحاكمة التي ستذهب إلى المحاسبة في معظمها تنتمي إلى هذا الفصيل؟ هو بطبيعة الحال الرئيس قيس سعيد لم يوجه كلامه للنهضة فقط، بل هو تحدث عن كل من أخطأ في حق هذه الدولة، سواء كان من التيار الإسلامي أو التيار الليبرالي أو أي تيار آخر أو مستقلين. إذن من المؤكد أن الرئيس سعيد له قائمة بهؤلاء، وبالتالي بدأ بإعفاء العديد من المسؤولين، ليسوا لأنهم متهمين بتهم معينة، بل لأنه يريد أن يبني ما يسمى بالجمهورية الثالثة على أسس سليمة، وحتى تكون تونس قد تهيأت لدخول الجمهورية الثالثة لابد أن تتم يعني تصفية إرث الحكومة السابقة، وبالتالي أعتقد أن هذه المحاسبات ستغير كثيرا من ميزان القوى، وقد بدأت منذ اليوم عندما طرحت النهضة يعني التهدئة. هي تعرف أن كل وسائل التهديد لم تعد بيدها اليوم. نعم طيب اسمح لي دكتور، يعني طالما تحدثت عن يعني قرارات الرئيس التي يحاول من خلالها تهيئة الدولة، إن كنت تسمعني دكتور أخرى. إن كانت يعني هذه القرارات هي نوع من التهيئة للجمهورية الجديدة كما أشرت، هل من ضمن ذلك يمكن أن يدخل في إطاره تصريحات الرئيس الأخيرة التي بشكل كبير طمأنت رأي العام الداخلي في تونس، وربما أيضا الرأي العام الدولي والمجتمع الدولي، أن مكتسبات التونسيين في أمان لن تذهب بعيدا؟ هل كان ضروري جدا أن يؤكد الرئيس على هذه النقطة؟ بطبيعة الحال رئيس الجمهورية يعني هو بصدد اتخاذ يوميا يعني الإجراءات يوميا، والتهدئة هي تساعد أيضا رئيس الدولة، وتساعد أيضا يعني تطبيع المناخ العام الجديد مع الإجراءات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد. وأعتقد أن هناك المفاجآت ستكون كثيرة في الأيام القادمة، لأن الآن هناك العديد من المؤسسات التابعة للدولة بدأت ترفع يعني إما نداء استغاثة لكي يعني يتم الاهتمام بالمشاكل التي تعيشها نتيجة التجاذبات السياسية، أو يعني هذه المؤسسات أصبحت هي العين الساهرة لقرارات الرئيس، خاصة مثلا البلديات يعني الحكم المحلي. هناك رغبة كبيرة من السكان،
ومن الرأي العام ب يعني ضرورة فتح هذا الملف. وهناك بعض رؤساء البلديات القريبين أو التابعين لحركة النهضة أرادوا أن يستأثروا وأن يأخذوا وثائق يعني تخص العمل البلدي، فمنعهم السكان، أي أن الدعم الشعبي والثقة في قرارات الرئيس قيس سعيد بتغيير جذري، هذا ما ينتظره التونسيون، التغيير الجذري في منظومة الحكم، والتي سوف لن تتأخر كثيرا، لأنه بدون تغيير منظومة الحكم، النظام السياسي، شكرا، القانون الانتخابي، الحكم المحلي، لا يمكن أن نتحدث عن تغيير جذري عميق. ولهذا أعتقد دكتور. أن الأيام القادمة ستحمل الكثير، إما من التعيينات أو من القرارات، وضحت الفكرة، أو من المراسيم التي ستوضح كيفية تسير دواليب الدولة في المرة القادمة. من تونس أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي العلاني، أشكرك العلاني الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة. يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة خاصة لمناقشة انتهاكات الاحتلال وحصاره في قطاع غزة، إضافة إلى قضية الأسرى الفلسطينيين. في سياق متصل، اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات ترقى إلى مستوى جرائم حرب خلال العدوان الذي استمر 11 يوما على غزة في مايو الماضي. جملة من الانتهاكات الإسرائيلية جاءت في تقرير لمنظمة Human Rights Watch، اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال العدوان الأخير في مايو الماضي. وذكرت المنظمة أن إسرائيل استخدمت صواريخ موجهة عالية الدقة، وأنها لم تحذر أيا من السكان لإخلاء الأماكن المقصوفة في وقت مبكر، كما أنه لم يعثر على أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المنطقة. وتناول التقرير الضربات الجوية الإسرائيلية، وكان أخطرها سلسلة غارات على شارع الوحدة بوسط المدينة في 16 من مايو، دمرت 3 مبان سكنية وقتلت 44 مدنيا، بينهم 18 طفلا و 14 امرأة، وكان 22 من الضحايا من عائلة واحدة. كما نظر التحقيق في انفجار وقع في 10 مايو أسفر عن مقتل 8 أشخاص من المدنيين، بينهم 6 أطفال.
ووقع الهجوم الثالث الذي حققت فيه هيومن رايتس ووتش في 15 مايو، حيث دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى من 3 طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين في غزة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم امرأتان و8 أطفال. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن إسرائيل رفضت السماح لمحققيها بدخول غزة، وإنها اعتمدت على باحث ميداني مقيم إلى جانب صور الأقمار الصناعية ومراجعات الخبراء لصور شظايا الذخائر والمقابلات التي أجريت عبر الفيديو والهاتف. ودعا التقرير الولايات المتحدة إلى ربط المساعدات الأمنية لإسرائيل بالامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات السابقة. وفي أوائل العام الجاري اتهمت هيومن رايتس ووتش إسرائيل بارتكاب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد بسبب السياسات التمييزية تجاه الفلسطينيين داخل إسرائيل وكذلك في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. لمزيد من المناقشة لهذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن عبر الهاتف سعيد عريقات، الكاتب والمحلل السياسي. بعد تحية أستاذ سعيد، هذه ربما ليست المرة الأولى لهيومن رايتس ووتش أن توجه اتهامات لإسرائيل. عمليا، وأقول عمليا، كيف يمكن استغلال هذه الاتهامات، هذه جملة من الانتهاكات التي ترتقي فعلا إلى جرائم حرب، كيف يمكن عمليا البناء عليها في مواجهة إسرائيل؟ بكل تأكيد هي ليست المرة الأولى ولن تكون المرة الأخيرة. نحن في كل مرة تشن فيها إسرائيل حربا جديدة على الفلسطينيين في غزة أو في غيرها، تخرج هيومن رايت واتش وتخرج منظمة العفو الدولية وحتى منظمات الحقوق الإنسانية الأمريكية بما فيها تقرير وزارة الخارجية الذي يشير بشكل واضح مثل هيومن رايت واتش تقول هذه جرائم حرب أو العفو الدولي، أو بشكل غير مباشر كما تقول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية. فإن ليس هناك جديدا في هذا الموقف. كيف يمكن الاستفادة من هذا في قضية تسليط الضوء على ما يجري؟ أعتقد أن هذه مهمة كل المؤسسات الإنسانية ومؤسسات حقوق الإنسان التي يجب أن تبقي الضوء مسلطا على هذه القضايا. وبالتالي المطلوب من أعضاء مجلس الأمن، الأغلبية من أعضاء مجلس الأمن الذين يرون ويقرون بأن هذا يرقى إلى جرائم حرب، عليهم أن يبقوا على هذه القضية باستمرار في 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 وسط المسرح او في وسط المركز كي لا يغيب عما تفعله اسرائيل ضد الفلسطينيين. هذا هو المطلوب، هو مطلوب عربيا طبعا، المطلوب ايضا من الدول العربيه والجامعه العربيه والعضو العربي في مجلس الامن ان يسلط الضوء على هذه القضايا. استاذ سعيد، كما تعلم مجلس الامن الدولي يعقد الاربعاء جلسه خاصه بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، سوف أتحدث فيها عن الحصار، عن الأسرى. هل يعني يمكن خلال هذه الجلسة أن يتم توظيف هذه التقارير لهيومن رايتس ووتش وغيرها لإلقاء الضوء على معاناة الفلسطينيين المستمرة؟ المفروض كما تعلم هذه الجلسة طيبا عقدت في السابق، الحصار قائم على غزة ومطبخ على غزة منذ أكثر من 15 عاما. هذا الحصار لا إنساني، هذا الحصار يسبب في موت الأطفال، عدم دخول الأدوية، عدم قدرة المواطنين الخروج لتلقي العلاج أو التخلق في التعليم أو السفر من أجل العمل. هذه بالذات ترقى إلى جرائم حرب. فإذا مجلس الأمن الذي ينتقي بين حين وآخر أو على الأقل يبحث مسألة القضية الفلسطينية مرة في كل شهر، أنا له الأمان حقيقة أن يخطو خطوة نحو معاقبة إسرائيل وكي لا تبقى إسرائيل على الإفلاس من مسؤوليتها أمام العالم. شكرا جزيلا من واشنطن سعيد عريقات، الكاتب والمحلل السياسي. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القوات القتالية الأمريكية ستغادر العراق نهاية العام الحالي، مشددا على قدرة القوات الأمنية العراقية على حماية أراضيها والأمن الداخلي. هذا وقد رحبت القوى السياسية العراقية بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء المهام القتالية في العراق مع نهاية العام الحالي.
لن تكون للقوات الأمريكية في العراق أي مهام قتالية مع بداية العام المقبل. هذا هو الخبر الأبرز الذي تلاقفته وسائل الإعلام بعد لقاء الكاظم ببايدن. فهذا الإعلان قد يكون خبرا سارا لتلك الفصائل التي تناصب العداء للقوات الأمريكية في العراق، وقد يخفف من حدة التوتر الأمني الذي يشهده العراق بسبب الصراع الأمريكي الإيراني الذي يدور على أرضه. غالبية القوى السياسية رحبت بمخرجات لقاء الكاظم ببايدن، على الرغم من أن بعضها يرغب في رحيل القوات الأمريكية بشكل نهائي عن العراق. هناك هدنة بدأت في العراق بعد لقاء السيد الكاظمي بالرئيس الأمريكي بايدن، وبالتالي هذه الهدنة ربما ستستمر مع وصول رئيسي في الأيام المقبلة رسميا لإدارة الحكومة الإيرانية. الكاظمي بحث مع بايدن كذلك توفير الدعم للعراق في مجالات الطاقة والتعليم ومجابهة وباء كورونا، إضافة إلى دعم مساعي الحكومة العراقية لتنظيم الانتخابات في موعدها المعلن. هناك مشاريع تخص الطاقة خاصة الغاز المصاحب للنفط، هناك ما يخص الصحة، هناك ما يخص التعليم، وأعتقد إذا ما تم المضي بهذا الاتجاه فسيكون هناك متغير حقيقي على الأرض في العراق. وتتعرض القواعد العسكرية العراقية التي تتواجد فيها قوات أمريكية إلى هجمات منتظمة من قبل جماعات مسلحة تتهمها واشنطن بالقرب من إيران، وهو ما يضع الحكومة العراقية في موقف محرج من واشنطن التي وصفها رئيس الحكومة العراقية بالحليف استراتيجي. مصطفى القطان، قناة الغد، بغداد. تنضم إلينا من بغداد عبر سكايب الدكتورة سهاد الشمري الباحثة في الشؤون السياسية. بعد التحية دكتورة، بصراحة شديدة وعمليا، هل هذا القرار يمثل نقطة فاصلة في تاريخ الحياة السياسية العراقية، إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية؟ الوضع الآن سيكون مختلف عما قبل هذا القرار؟ مساء الخير لحضرتك ولكافة مشاهديكم الكرام. أولا، يعتبر هذا القرار هو إنجاز وطني لحكومة السيد الكاظمي، لكن تباينت الآراء السياسية حول مخرجات هذه الزيارة وترتيب مخرجات الحوار أيضا. فهناك من في الوسط السياسي، غالبيا البيت الشيعي مرحب والقليل شكك، والبيت السني نفس الحال، ولكن البيت الشيعي الكردي هو رافض جملة وتفصيلا خروج القوات الأمريكية أو قوات التحالف من الأراضي العراقية. عزى هذا الرفض إلى أنه خوفا من أن يتحول العراق إلى أفغانستان ثانية، وأيضا لدينا خلايا لداعش نائمة تنشط في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في العراق. وأيضا هناك مشاكل كثيرة حول هذا الموضوع، فهناك من شكك أصلا أن حين يعود السيد الكاظمي أن البرلمان سوف يوافق على ما جاء في حقيبة الحوار، ما جاء به السيد الكاظمي، لأنه أي مخرجات أو أي خروج أو أي تحديد عديد للقوات الأمريكية أو قوات التحالف الموجودة على الأراضي العراقية سيتم من خلال البرلمان العراقي، الذي هو كما يعلم الجميع يعاني من انقسام شديد في الآراء السياسية حول ما يدور في أوضاع البلد. طيب، برأيك لماذا يعني ربما ستكون هناك صعوبة في البرلمان؟ الواضح بشكل عام أن الأغلبية يعني ترحب بالقرار، وضعا في الاعتبار أنها كانت تريد انسحاب القوات الأمريكية بشكل نهائي، لكن المصطلح الذي تم الاتفاق عليه وأنا أريد منك تفسير له، فكرة إنهاء المهام القتالية، ماذا يعني ذلك على الأرض بالنسبة للقوات الأمريكية في العراق؟ طبعا أنه السيد الكاظمي صرح أنه الآن حدد وجود القوات الأمريكية، هو رسم تأطير وجود هذه القوات من قوات قتالية إلى قوات استشارية وتقدم دعم وخبرة لوجستية وعسكرية للقوات العراقية، وأيضا القوات الاستشارية ستكون موجودة في معسكرات عراقية خاضعة للقوانين العراقية، والجنود الموجودين فيها والمستشارين سيخضعون أيضا للقوانين العراقية، وهذا يحسب المفاوض العراقي الذي وضع سيادة الوطن أو حماية أرض العراق أو من أولى مباحثاته. وأيضا هناك عدل الاتفاقية الاستراتيجية، وعدا انه القوى يعني هو ركزنا على الجانب العسكري، لكن الاتفاقية لم تكن فقط تخص الجانب العسكري، خاصة الجانب التعليمي والصحي والثقافي وايضا حقوق الانسان. وايضا سوف يعود السيد الكاظمي مع اثار قد هربت ابان تنظيم داعش وعددها 17,000
قطعة أثرية سرقت من العراق أبان هجوم هذا التنظيم. وأيضا نعم. لدينا من الجانب الصحي سوف يعود لنا بشحنات أسبوعية ما يقدر 400 ألف شحنة أسبوعية طيب. من لقاح كورونا. نعم دكتورة سهاد دعيني أعود معك إلى الهاجس الأمني، لأنه هو في الحقيقة هو الشغل الشاغل لمعظم القوى السياسية في الداخل العراقي. السيد الكاظمي أكد أو طمأن أن القوات الأمنية العراقية وقوى الأمن الداخلي قادرة على يعني الحفاظ على الأمن في العراق، لكنك أشرت إلى تخوفات بعض القطاعات أن تتحول العراق إلى أفغانستان أخرى. هل هذه التخوفات في محلها أم أن فعلا على الأرض القوات الأمنية العراقية قادرة على ضبط الأمور؟ أستاذنا الفاضل، أولاً لدينا جيش تعداده ما يقارب أو يزيد عن مليون منتسب، وهذا في قطاعات كثيرة ومسلح بأسلحة كثيرة أيضاً ومتنوعة. لكن اللي ما ليس لدينا فيه قيادة هو الغطاء الجوي. الغطاء الجوي بيد القوات التحالف والقوات الأمريكية. تخوف هذه الساسة، لأنه هذه الساسة هي صراعات سياسية أيضاً. نحن لدينا خلايا لتنظيم داعش تنشط في الشمال الشرقي والشمال الغربي من العراق، وفي أودية مثل أودية الشاي وأودية وادي حوران أيضا في مناطق الأنبار. لكن هذه لدينا أيضا ما قبال هذا لدينا جيش، لدينا استخبارات، لدينا جهد عسكري، لدينا قوات رديفة أيضا حامية، هي جهاز مكافحة الإرهاب حامية للأراضي العراقية. جيشنا اليوم ليس كجيش الأمس حين دخل تنظيم داعش. تنظيم داعش حين دخل بقوة عسكرية استسلم لها الجيش. طبعا هو دخل بمؤامرة تكون بمعونة من ساسة داخل العراق مع دول إقليمية خارج العراق، دخل بمعونة للعراق لأن الأرضية الرخوة في العراق ساعدت على اقتباس هذا الجيش. وداعش وليس جيش، يعني احنا من حين نحتاج قوات قتالية لا نحتاج مواجهة جيش. هو تنظيم فكر ايديولوجي مفهوم راديكالي يتخذ من اسلوب العنف والتخفي هو وسيله للهجوم. فهذا هذا الاسلوب القتال يحتاج الى جهد استخبارات ولوجستي عالي، لا نحتاج الى قوات قتاليه لانها ستفتح الذريعه لوجود قوات ايضا صحيح. احتلال من قبل دوله جوار مثل ايران وصراع داخلي على الاراضي العراقيه من قبل ايران والولايات المتحده، وهذا هو بحد ذاته خرق للسياسه. وصلت العراقية. فكرتك دكتوره سهاده شمري الباحثه في الشؤون السياسيه، شكرا جزيلا لك. حصاد اليوم مستمر معكم من قناة الغد وتشاهدون بعد الفاصل. ميقاتي يؤكد عقب لقائه عون وجود توافق بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية. لجنة برلمانية أمريكية تبدأ التحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول. الحياد في نقل الخبر والموضوعية في الطرح، الاتزان تجاه مختلف الأطراف، واجبات صحفية متعددة. الغد، الصورة بكل الأبعاد. لأننا نعيش في زمن استثنائي تتراكم الأحداث وتخرج من مآسيها أسئلة عاجلة: كيف يتحرك التاريخ في حاضرنا؟ وكيف ترسم الجغرافيا في مستقبلنا؟ أي نظم لا ندركها تخرج من صناديق الاقتراع؟ للخبر بعد واحد وللجدل في ثنايا الحدث فضاءات لا تنتهي. أهلا بكم من جديد في الحصاد، وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس التونسي يقيل عددا من كبار المسؤولين والمستشارين في ديوان رئاسة الحكومة. عشية جلسة مجلس الأمن Human Rights Watch تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. الكاظمي يؤكد خروج القوات القتالية الأمريكية من العراق نهاية العام الجاري. اليونسكو تدرج مدينة السلط الأردنية على قائمتها للتراث العالمي.
وافقت لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو على إدراج مدينة سلط الأردنية على قائمة التراث العالمي، جاء ذلك خلال دورتها 44 المنعقدة في الصين افتراضيا. أخيرا ينجح الأردن في إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي، فبعد محاولتين لم يحالفهما النجاح عامي 1995 و2017 جاء العام الحالي ليكلل إصرار الأردن والتزامه بالنجاح في حماية واستدامة القيمة العالمية المتميزة لمدينة السلط. وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز قال خلال مشاركته في اجتماعات لجنة التراث العالمي التي عقدت افتراضيا إن مدينة السلط من بين الأولويات العليا للمملكة لأهميتها في إظهار خصائص التسامح والعيش المشترك والرعاية الاجتماعية بين سكانها. هذا الإنجاز ارتبط بفريق، فريق عندما يريد الأردنيين أن يحققوا شيء يحققوه بالتعاون والعمل المشترك. العمل لا يزال أمامنا، العمل للاستفادة من هذا الإنجاز ليكون الموروث الحضري لمدينة السلط، والفوز الذي حققناه ينعكس أيضا إيجابيا على أهل السلط وإخواننا وضيوف السلط. ويقول القائمون على تقديم ملف السلط إن الرؤية الفنية ارتكزت على التراث المعماري المتميز للمدينة، إضافة إلى كونها نموذجا للتعايش والتآخي كقيمة استثنائية عالمية في كيفية احترام وقبول الآخر. السلط التي تبعد 35 كيلومترا شمال غرب العاصمة عمان انضمت بذلك إلى 5 مواقع أردنية أخرى موجودة على قائمة التراث العالمي لتعزز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية. للمزيد ينضم إلينا من عمان عبر سكايب دكتور منذر حوارات، الكاتب والمحلل السياسي. بعد تحية نبارك لك دكتور منذر هذا القرار، لكن اسمح لي بداية أن أسأل عن لماذا هذه المرة نجحت الأردن في إقناع لجنة التراث العالمي بإدخال مدينة السلط ضمن يعني التراث العالمي، لماذا فشلت في المرتين السابقتين؟ ما الذي تغير هذه المرة؟ نعم، مساء الخير وكل الشكر لك، والله يعطيك العافية. مدينة السلط قدمت مرتين سابقتين، يبدو أن الملف لم يكن مكتملا. هذه المرة حينما تذهب إلى مدينة السلط تجد ورشة متكاملة من العمل يقودها شباب صغار السن مؤمنون بأن المدينة تستحق أن تحصل على هذا الجهد، تجد أن عملية ترميم للمباني القديمة، عملية إعادة إظهارها بشكل حضاري أكثر، إلقاء الضوء على تاريخ كل مبنى على حدة، كل مبنى له قصة، كل مبنى له تاريخ وله حضوره الخاص في تراث هذه المدينة، وبالتالي تراكم الخبرات لدى مدينة السلط والقائمين عليها وإدراكهم لأهمية إبراز مدينتهم، أعتقد أن هذا الجهد كله ساهم في أن تكون المدينة مدرجة هذه المرة. بالإضافة أيضا إلى الإصرار الحكومي على أن تعود إلى ما تحتويه البلد من كنوز كي تستثمرها في ظل الضائقة الاقتصادية، وأن السياحة ستشكل رافدا كبيرا للاقتصاد، بالتالي ركزت جهودها في عملية إعمار لهذه وهنا سؤال دكتور منذر قد يسأله يعني أحد المشاهدين الآن، ما الفائدة من جعل مدينة ما في أي دولة ما تدخل ضمن التراث العالمي أن تدرجها اليونسكو ضمن التراث العالمي؟ ما هو المستفاد من هذا الأمر؟ سؤال مهم جدا، لأنه حينما تكون المدينة مدرجة على بند التراث العالمي هي سوف تتميز بإلقاء الضوء الدائم عليها من قبل المجتمعات في الشعوب الأخرى، وبالتالي هذا يشكل عنصر جذب، لأنه تأخذ المدينة شهرتها من خلال المواقع العالمية، من خلال ترويج اليونسكو لهذه المواقع ومن خلال إبرازها، وأي أي أي مواطن في العالم يريد أن يزور مدينة يستطيع أن يدخل على هذا الموقع ويعلم أن ثمة مدن في الأردن مدرجة، وبالتالي يدرك الأهمية التاريخية والتراثية لهذه المدينة. ومدينة السلط مدينة جميلة جدا، وعلى تلال وجبال، وفي بناء مميز تاريخي في نعم. تحتوي حوالي 700 وخمسين مبنى أثري من الحجر الأصفر،
هذه المدينة باعتقادي ستكون رافدا للسياحة. وطالما تحدثت عن المدينة دكتور منذر، وكنت أريدك أن تأخذنا في رحلة سريعة، لأننا توقفت في الواقع أمام تصريحات وزير السياحة الأردني، يعني قال إنها تتميز بخصائص، أقول نصا عنه ونقلا عنه، التسامح والعيش المشترك والرعاية الاجتماعية بين سكانها، وكأن هناك خصوصية لهذه المدينة في الأردن. نعم، من أينما تأتي من أي مكان بالعالم وتسير في شارع الحمام في مدينة السلط ستشعر أنك واحدا من أهلها. هذه المدينة تمتاز بالكرم وبالتسامح، حقيقة لا تستطيع أن تفرق ما هو دين أي شخص فيها، ستجد الكنيسة بجانب المسجد، ستجد العائلات متداخلة في الأعياد سواء المسيحية والإسلامية، تجد أن الجميع يحتفل بعيد الآخر، حينما يكون هنالك عيد الأخوة المسيحيين يكون الاحتفال من قبل المسلمين مثله مثل الأخوة المسيحيين والعكس صحيح. الأكلات المشتركة، طبيعة الحياة، حينما تعيش في هذه المدينة تستطيع أن تأكل من خيرات هذه المدينة، لا تحتاج أن تأتي بشيء من خارجها. نعم. مما أعطاها ميزة استثنائية حقيقة في رفاهة الكرم الذي يتمتع فيه أهلها. حينما تأكل من الطعام في مدينة السلط تشعر أن المعذب اللي يقال عنه بالأردن يريدك أن تأكل وهو سعيد بأن تأكل من هذا الطعام. نعم. لأنه يتميز بالكرم ويتميز بسعة الصدر ورحابة النفس، وبالتالي أعتقد أنها ستكون موئلا رائعا. شوقتنا دكتور منذر للذهاب إلى السلط حقيقة. أهلا أهلا وسهلا بك وأنا معزبك. شكرا جزيلا دكتور منذر حوارات، الكاتب والمحلل السياسي من عمان. قال رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي إن جميع الكتل النيابية والنواب أجمعوا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة من أجل استعادة الدولة الغائبة. وعقب الانتهاء من الاستشارات النيابية قال ميقاتي إنه أطلع الرئيس ميشيل عون على نتائج الاستشارات، مشيرا إلى وجود توافق في وجهات النظر بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. بوتيرة سريعة غير متسرعة استأنف الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته، منتقلا إلى البحث في التفاصيل مع رئيس الجمهورية، بعيد الاطلاع على العناوين العريضة لمطالب الكتل النيابية في الاستشارات النيابية غير الملزمة. أما الشعار الذي يستند عليه فهو الحلول الوسط من خلال تدوير الزوايا، إلى جانب ما لمسه من ضمانات خارجية. إجابة الرئيس ميقاتي على الضمانة هو أنه هو سمع وتداولوا معه أنه لما بتتألف حكومة عندها ثقة الناس وثقة مجلس النيابي وثقة العالم الخارجي، حتما هالضمانات أو هالمساعدات اللي كانت موعودة بتبلش تجي على لبنان. تؤكد أوساط الرئيس ميقاتي أنه يتطلع إلى مساعدات خارجية تبدأ بتحصيل 850 مليون دولار من صندوق النقد الدولي كحقوق سحب خاصة لمساعدة المواطنين وإنشاء معامل كهرباء، ولكن الحذر يبقى سائدا في ضوء عقد الأشهر الماضية. هناك المخاض التقليدي لتشكيل الحكومات، هل تشكل أم لا تشكل؟ لا أعتقد أن أحدا يملك الجواب، ولكن هناك مساعي جدية وهناك شعور وتهيب من الكل بضرورة تشكيل الحكومة، الأمر ربطا بالشروط والشروط المضادة التي ستوضع، ولكن الكل أعتقد يعلم أنه لم يعد هناك من قيمة لعمل السياسي في لبنان إذا لم تشكل حكومة إنقاذية ترفع عن كاهل اللبنانيين ما يعيشونه من مهاني ومن قهر. حتكون المهمة الأساسية هي حكومة انتخابات، لأنه نحن مقبلين على انتخابات، ولكن كذلك هي حكومة إنقاذ، لأنه يجب أن يكون من مهام هذه الحكومة بأسرع وقت هو التفاوض مع صندوق النقد الدولي للعملية الاقتصادية. حتى الآن يوصف تكليف ميقاتي بأنه فرصة للبنان، ولكن هذه الفرصة تحتاج إلى الترجمة الفعلية لإبعاد الانهيار. تكليف ميقاتي خفف الاحتقان المتصاعد ولكنه غير كاف، فالحجم الهائل للأزمة اللبنانية يحتاج إلى بداية حل فعلي، وإلا فإن الانهيار سيطل مجددا وسيكون على الأرجح أكثر قسوة من السابق. كلوديا بحنا، الغد، بيروت. قبل أسابيع من الاستحقاق الانتخابي المنتظر في المغرب، تلقى حزب العدالة والتنمية صدمة جديدة
بشطب قياديين في الحزب من لوائح الانتخابات البرلمانية والبلدية المقررة في 8 سبتمبر المقبل. من جانبها أكدت وزارة الداخلية أن عمليات الشطب التي طالت بعض العناصر في العدالة والتنمية تأتي في إطار أحكام القانون المتبعة. شطبت السلطات الإدارية بالرباط أسماء بعض قادة حزب العدالة والتنمية من اللوائح الانتخابية للانتخابات البرلمانية والبلدية، واستندت السلطات الإدارية في قرار الشطب إلى عدم أحقية 3 أعضاء في التسجيل بدائرة لا يقطنونها بحكم تغيير مقر إقامتهم. الأمر في اعتقادي الشخصي أهميته تندرج في إطار طبيعة الأسماء المشطب عليها، لا ننسى أننا إذا أسماء ربما أسماء وزينة قيادة في الصف الأول، يرتبط الأمر بعبد العلي حميد الدين بجهة الرباط كذلك عبر السيسكال، ولكن أنا أعتقد أن المسألة ترتبط بمسيرة خلاصتها أو استنتاجها أن الحزب يستشعر أنه إذا عملية أو محاولة لضرب الحزب عشية الانتخابات القادمة. الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية تلقت خبر الشطب باستغراب، وأثارت إلى أنه تم الاعتماد على بيانات السلطة المحلية أو على شكاوى من أطراف سياسية منافسة، ولم يتم إخبار المعنيين بالأمر. يجب الإقرار بأن الحق في الترشيح والحق في التصويت هو حق دستوري لا يعلى عليه، وكذلك هو منظم يعني بمساطر قانونية بعدة دوريات تصدرها وزارة الداخلية، ولا يعذر أحد بجهله للقانون. من المفروض أن التسجيل في اللوائح الانتخابية خصو يتم وفق هذه الدوريات، والذي لم يتمكن من احترام هذه المساطر القانونية يكون قد فرط في حقه الدستوري في الترشيح وفي التصويت. ثانيا أعتقد بأنه لا يجب تسييس هذه الواقعة على اعتبار أن مئات إن لم أقل آلاف من المغاربة يكونون قد تعرضوا لنفس المسطرة. وزارة الداخلية المغربية وفي مذكرة لها دعت المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين غيروا محل إقامتهم إلى أن يتقدموا بطلبة نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا إلى الإقامة فيها. المتضررون يلجؤون إلى القضاء للطعن، وشطب بعض الأسماء من اللوائح الانتخابية يطرح تساؤلات عديدة في كيفية مواجهة الحزب لهذه الصدمة بعد خسارته للانتخابات المهنية قبل أسابيع. إكرام الأزرق، قناة الغد، الرباط. حذفت منظمة مراسلون بلا حدود اسم الجزائر من قائمة البلدان التي تمتلك وتستخدم برنامج بيجاسوس للتجسس، وأعربت عن أسفها لما سمته بالخطأ. من جانبها تمسكت الجزائر بالدعوى القضائية ضد المنظمة بتهمة التشهير وتضليل الرأي العام. بعد ساعات من نشرها لاسم الجزائر ضمن قائمة البلدان التي تملك وتستخدم برنامج بيجاسوس للتجسس، حذفت منظمة مراسلين بلا حدود اسم الجزائر من القائمة، معربة عن أسفها من هذا الخطأ، فيما يرى مراقبون أن الخطأ كان مقصودا وله أهداف أخرى. كون الجزائر ضحية لتطبيق بيجاسوس للتجسس، وكون أيضا منظمة مراسلون بلا حدود كان لديها القدرة على التحقق من المعلومة قبل نشرها، كونها كانت متوفرة، فإن إدراج الجزائر بطريقة خاطئة في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود على أنها من مستعملي هذا التطبيق يؤكد بأن هناك أجندة تشتغل عليها هذه المنظمة غير الحكومية لضرب مصالح الجزائر. وكان سفير الجزائر بفرنسا رفع باسم الحكومة الجزائرية دعوى أمام الهيئات القضائية الفرنسية ضد منظمة مراسلون بلا حدود بتهمة التشهير وتضليل الرأي العام. هذه كلها آليات لمحاولة التأثير على الدول التي ترفض أن تكون سجينة إليه. الجزائر رفضت أن تكون سجينة، خاصة منذ مجيء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر أن تكون الجزائر عدة بدائل وعدة اختيارات حتى لا تبقى سجينة لأوروبا أو لدول أخرى، ولهذا هم منزعجين من العلاقات الجزائرية الصينية، من العلاقات الجزائرية الروسية.
وأكدت السفارة الجزائرية أن الجزائر التي تحترم الحريات الأساسية والشخصية والجماعية بمقتضى دستورها تدين بشدة هذه الادعاءات ولا تحوز على برنامج التجسس ولم تستعمله، بل هي ضحية لمستعمليه. رغم تراجع منظمة مراسلون بلا حدود وتصحيحها للخطأ الذي قامت به، لم تعلن وزارة الخارجية الجزائرية عن سحب سفارتها بفرنسا للدعوة القضائية المرفوعة ضد المنظمة غير الحكومية. فحسب بيان السفارة الجزائرية، أضحت هذه المنظمة تتقصد الجزائر ولو عن طريق الادعاءات الكاذبة. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر. بدأت لجنة برلمانية في مجلس النواب الأمريكي التحقيق في أعمال الشغب واقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي. واستمعت اللجنة لشهادة 4 ضباط شرطة، بينهم 2 من فرقة الحماية في الكابيتول واثنان آخران من شرطة العاصمة واشنطن. عقدت اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي أولى جلساتها في أجواء خلافية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. واستمعت اللجنة النيابية لشهادات 4 من رجال الشرطة الذين سعوا لحماية الكونغرس في 6 يناير. رجال الشرطة رووا لحظات الهلع والاعتداءات الجسدية واللفظية والعنصرية التي تعرضوا لها. صرخت امرأة وقالت لنجعل أمريكا عظيمة مجددا. سمعتم يا رفاق، هذا الزنجي صوت لجو بايدن، ثم انضم الجمع، ربما حوالي 20 شخصا في الصراخ. لم يسبق أن وصفني أحد بالزنجي، وأنا أرتدي زي ضابط شرطة في الكابيتول. اللجنة تشكلت بعد انسحاب 5 من النواب الجمهوريين، حيث عمدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لضم الجمهوريين المناوئين لترامب ليز تشيني وآدم كينزينجر، الذي غلبته الدموع وهو يدعو لتجاوز الخلافات الحزبية التي قال أنها تعمق الانقسام في المجتمع الأمريكي. حان الوقت لوقف الغضب والمؤامرات التي أججت العنف والانقسام في هذا البلد، والأهم من ذلك نحن بحاجة إلى رفض أولئك الذين يروجون لها. كدولة حان الوقت للتعلم من أخطائنا السابقة وإعادة البناء بشكل أقوى حتى لا يحدث هذا مرة أخرى. يتحدث الجميع عن التغيير في الولايات المتحدة. نرى أن الولايات المتحدة اليوم تواجه تحديا خطيرا للغاية للحفاظ على مبادئها الديمقراطية. رئيس اللجنة النائب بيني تومسون أكد أنه لن يتردد في استدعاء شهودي يتطلبهم التحقيق، من بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي اتهم خلال الجلسة الأولى بالتحريض على العنف. 6 أشهر لم تحل دون استمرار المناوشات الديمقراطية الجمهورية فيما يتعلق بقضية اقتحام الكونغرس الأمريكي، فيما اعتمدت لجنة التحقيق شهادات رجال شرطة ووقائع سجلتها كاميرات المراقبة أدت لاعتقال العشرات واتهام ما يزيد على 500 شخص في عملية اقتحام الكونغرس. من داخل الكونغرس الأمريكي، عمر محمد، قناة الغد، واشنطن. حصاد اليوم مستمر معكم من قناة الغد، وتشاهدون بعد الفاصل. الحكومة الموريتانية تعزز الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار كورونا. أهلا بكم من جديد في الحصاد، وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس التونسي يقيل عددا من كبار المسؤولين والمستشارين في ديوان رئاسة الحكومة. عشية جلسة مجلس الأمن، هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. الكاظم يؤكد خروج القوات القتالية الأمريكية من العراق نهاية العام الجاري. اليونسكو تدرج مدينة السلط الأردنية على قائمتها للتراث العالمي. في إطار مكافحة الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، بدأت الحكومة الموريتانية تطبيق زيادة ساعات حظر التجول، وذلك ضمن إجراءات وقائية متعددة بعد تسجيل إصابات بالمتحور دلتا. هذا وأعلنت وزارة الصحة مؤخرا أن أجهزة الأكسجين التي تم اقتناؤها مؤخرا تواجه مشكلات في التشغيل والصيانة.
8 وفيات بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل عدد الوفيات 39 خلال شهر يوليو الجاري، وهو أعلى رقم مسجل خلال العام 2021. وأعلنت الحكومة عن تسهيل إصابات بالفيروس المتحور دلتا، وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والإقبال على مراكز تلقي اللقاح. حتى الآن ما في علاج للوقاية منه بالترقيع، وبالبلد الآن مئات الآلاف من جرعات التلقيح، ونسبة الإقبال ما زالت دون المأمول. المطلوب منا كاملين، المطلوب من الرأي العام، مطلوب منكم أنتم كاملين لإقبال تكثيف الإقبال على التلقيح، وراهي مستلزماته كاملة موجودة وموجودة بالقرب من كل المواطنين. الوضع لا يزال خطيرا. ودفع تسهيل حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المتحور الحكومة إلى زيادة ساعات حظر التجول وإطلاق حملات تحسيسية وحظر كافة أنواع التجمعات. ويثير ظهور الفيروس المتحور المخاوف لدى كثير من المواطنين وسط تباين كبير حول سياسات الإغلاق النسبي وزيادة ساعات حظر التجول. هذا ما قيم به من القرارات التي قامت بها الدولة مؤخرا، أنا ما نعتبر أنها شيء في محاربة كورونا نهائياً. لكن بيدي الناس تصلي في الأسواق وتصلي على حشد الحر وتصلي في كل بلد. وعلى المواطن بصفة عامة أنه الإجراءات اللي قامت الدولة الله لا يلتزم بها، من ارتداء الكمامة والتباعد وغسل اليدين بالماء والصابون، وكذلك من الاحترام حظر التجوال، هذا قاعد يلا عود واجب. وأمام ضغط الوباء على القطاع الصحي، تقول وزارة الصحة إن أجهزة الأكسجين التي تم اقتناؤها مؤخرا تواجه مشكلات في التشغيل والصيانة. يختلف المراقبون حول نجاعات الإجراءات الرسمية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، لكن ظهور الفيروس المتحور وضعف الوعي وتواضع قدرات القطاع الصحي تثير المخاوف بخروج الوضع عن السيطرة. محمد ناشي، قناة الغد، نواكشوط. رياضيا، تأهل المصري عمر عصر إلى دور الثمانية بمنافسات تنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020، وفاز عصر المصنف 43 عالميا على المصنف 9 عالميا السويدي ماتياس فلاك، ثم المصنف 27 التايواني تشوانغ، ليصعد للدور ربع النهائي لمواجهة الصيني مالونغ، ليكتب عمر التاريخ ويصبح أول مصري وعربي يتأهل لمنافسات فرد رجال بالأولمبياد. ودعت اليابانية نعومي أوساكا منافسات الدور الثالث في فرد تنس السيدات بأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد خسارتها أمام تشيكية ماركيتا. وكانت أوساكا المصنفة الثانية عالميا والبالغة من العمر 23 عاما، التي فازت ببطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، تمثل أكبر أمل لليابان في إحراز ميدالية ذهبية في الأولمبياد. ختام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة، نذكر بأهم عناوينه. الرئيس التونسي يقيل عددا من كبار المسؤولين والمستشارين في ديوان رئاسة الحكومة. عشية جلسة مجلس الأمن، هيومان رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. الكاظمي يؤكد خروج القوات القتالية الأمريكية من العراق نهاية العام الجاري. اليونسكو تدرج مدينة السلط الأردنية على قائمتها للتراث العالمي. انتهى حصاد اليوم من قناة الغد، في أمان الله وإلى اللقاء.